إذن نبدأ وإياكم أولى فقراتنا من برنامجكم في حجم بعض الورد. وفي بداية هذا اللقاء الصباحي مستمعينا اسمحوا لي أن أرحب بالدكتورة أماني غازي جرار، الباحثة الأكاديمية في شؤون التنمية السياسية والأستاذ المشارك في جامعة فيلادلفيا. بداية دكتورة أماني، يسعد صباحك. صباحك وكل عام وانت بألف خير يا رب. وانت بخير لكل المستمعين. يعني كما تعلمين دكتورة، يعني كان يعني الفترة الماضية مشروع دعم منظمات المجتمع المدني أيضا، يعني رح نتحدث في هذا اللقاء عن أهمية هذا المشروع الذي عقد وما زال، وأيضا رح نتحدث عن أهمية الشراكة اللي تمت مع وزارة الشؤون السياسية. أيضا كان هناك لدينا المبادرة التوجيهية لتعزيز الحوار والمشاركة. طبعا كل هذه الأمور لابد من تسليط الضوء عليها قليلا وتعريف المستمعين بمخرجاتها. ف يعني نبدأ بمشروع دعم منظمات المجتمع المدني دكتورة. نعم، يعطيك العافية. يعني شكرا لكم للاستضافة بداية وللاهتمام بهذا الموضوع المهم والغني، والذي أعتقد أنه من أهم الموضوعات التي يجدر الإشارة إليها في هذه الفترة الحرجة التي نمر بها في ظل رغبتنا في بناء دولتنا بشكل أفضل ومؤثر. يسعى مشروع دعم الحوار عموما الذي تقوم عليه وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشراكة معها وبدعم من الجهات المانحة الدولية المختلفة إلى تعزيز الحوار والمشاركة السياسية على المستويات المختلفة. من المعلوم أن المشروع هو تحديدا محمول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه مجموعة الجي اف اي الاستشارية، وهو يسعى إلى تقييم أثر السياسات التنظيمية وكيفية بناء أثارها وفعاليتها على مستوى المنظمات المجتمع المدني. وهذا جاء في على إطار المبادرات التوجيهية لتعزيز الحوار والمشاركة. تعرفين أيضا أن أي مجتمع لابد لتمكين الديمقراطية والمواطنة الفاعلة من التركيز على المشاركة السياسية، بحيث لا تكون هناك أي أثار إيجابية دون أن نؤمن جيدا بأن لكل فرد منا مواطنته الفاعلة التي تتفق على أسس أساسية وهي حق المشاركة وواجب المشاركة ومسؤولية المشاركة. من هنا جاءت مبادرة توجيهية لتعزيز الحوار والمشاركة، والتي تتمثل على عدد من المبادئ الأساسية أهمها سيادة القانون والإرادة السياسية والثقة والاستقلالية والمساءلة والشفافية، إضافة إلى التشريعات المختلفة التي لابد أن يتم التركيز عليها لتكون مواسية وممكنة للشراكة السياسية، والتي تتطلب مساحة من الحوار والتعاون بشكل واضح. نعم، إذا أردنا يعني التركيز على هذه الشراكة اللي تمت مع وزارة الشؤون السياسية دكتورة، يعني كيف يمكن أن يعني خلينا نحكي عززت، كيف عززت ويعني كان لها دور إيجابي على تقييم أثر السياسات؟ نعم، طبعا المعروف أنه المجتمع المدني يعتبر من أبرز القطاعات في المجتمع الأردني عموما، وقد بدأ يأخذ مكانته في السنوات الأخيرة، وهو شهد انتشارا كبيرا في المستوى الأكاديمي والسياسي والمجتمعي والثقافي أيضا. وهنا نركز أننا في هذه المرحلة ولابد أن نركز على موضوع اللامركزية وأهميتها وأهمية الاهتمام بالحوار والمشاركة باعتبارها أهم الأدوات التي تعمل على تمكين الأفراد والمجتمعات من أجل إدارة مصالحهم المختلفة وأحيانا المتعارضة. فهناك مبادئ توجيهية لابد أن تركز عليها هذه المبادرة من أجل تفعيل وتمكين المجتمع للتقدم بالشكل المطموح إليه. شو أبرز هالمبادئ اللي بتركزوا عليها؟ على سبيل المثال موضوع سيادة القانون، الإرادة السياسية، المشاورات، الحوار بين كافة الأطراف، الحوار بمعنى التعاوني، الشراكة، الوجود أرضية مناسبة وبيئة مناسبة، ضمان المساءلة والشفافية، وبناء الثقة بين المواطن والمجتمع المدني والحكومة. نعم، هذه طيب. هي أهمها. إذن هذه المبادرة، يعني المبادرة التوجيهية لتعزيز الحوار، يعني خلينا نحكي ما هي التوصيات أو المخرجات اللي بتتمنوا إنكم تحققوها وتوصلوا إلها في نهايتها؟ يعني في النهاية المشروع هو بالأساس كما تحدث يحدث إلى
دعم الحوار بين الحكومة وجهات الشراكة المختلفة كمؤسسات المجتمع المدني من أجل تعزيز مستوى فاعلية أداء الحكومة بمشاريعها المختلفة. والهدف الأساسي الذي يعني يسعى هذا المشروع للتوصل إليه هو كما يعمل الجميع بإذن الله هو رفاه المواطن وتحقيق مستوى أعلى من الرفاه من خلال تحقيق مبادئ وضمان حقوق الإنسان والديمقراطية. وهو يركز على خلق روح الحوار بين كافة القطاعات لخدمة الوطن والمواطن وتحقيق التنمية الشاملة بأشكالها المختلفة السياسية والاقتصادية المختلفة. وهذا يأتي بناء على مؤسسة هذا يهدف إلى مؤسسة الحوار وبالنظر إلى التحديات التي يعيشها الأردن والمنطقة بشكل عام لتجدير دور المجتمع المدني في الحوار وخلق بيئة مناسبة لتدعيم دعونا نقول أدوار الأطراف المعنية. نعم، نشاطكم الحالي الفعلي الآن اللي عم تشتغلوا عليه بالشهر الفضيل وخلينا نحكي فترة عيد الفطر المبارك. نعم، هو كان في عدد من النشاطات المختلفة أذكر أبرزها بالإضافة للمبادرة التوجيهية لتعزيز الحوار والمشاركة. هناك دراسات قامت بتقييم أثر السياسات العامة والتشريعات والأنظمة وضمت العديد من الجهات المعنية الحكومية والتنظيمية وأيضا الجهات المانحة وأهمها مجتمعات أو منظمات المجتمع المدني والتي جاءت لتتصدى بالتفصيل لتحديات الأردن من ناحية اقتصادية وسياسية وقدرة منظمات المجتمع المدني على التعامل مع هذه المشكلات. إذن دكتورة أماني غازي جرار الباحثة الأكاديمية في شؤون التنمية السياسية والأستاذ المشارك في جامعة فيلادلفيا، يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا لك وكل عام وانت بألف خير، يعني جهودكم مشكورة ونتمنى لكم المزيد من العطاء. شكرا لك. شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا لك. السلام عليكم.